السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي يا شيخة، أنا ليا أختي متزوجة بقالها حوالي 10 سنوات، نعم. وهي والدنا يعني راجل ملتزم وشيخ، ووالد زوجها راجل ملتزم وشيخ، وزوجها كان على خلق ودين يعني. وبعدين ربنا قدر وجاله شغل وسافر وبقى يشتغل مع في السياحة ومع السياح وكده، ومن ساعتها وربنا بدل حاله خالص، وبيطول عليها وبيضربها، وكل فترة والتانية بتكتشف ان هو يعني على علاقة مع حد وكده. فدلوقتي هي انفصلت عنه وقعدت سنة منفصلة عنه، مطلقة ولا ورجع عفوا، انفصلت بطلاق أو انفصلت غضبانة كما يقول المصريون؟ لا انفصلت عنه الطلاق. طلقت. ايوه. طيب، وبعد كده يعني دلوقتي امرأة حلو عموما طلقت من زوجها لانحراف في سلوكه. وبعد كده بعد سنة تقريبا رجعت، الناس اتدخلت وحصل صلح ورجعت له علشان خاطر اولادها وكده. لما رجعت الوضع ساء اكتر، وبرده بيطول عليها اكتر وبيضربها، والسؤال وبرده كل فترة وبرده السؤال السؤال طيب، اتفضل. ما السؤال؟ ما سؤالك؟ انا عايز اعرف يعني، عايزين نعرف هي دلوقتي تعمل ايه. ما سمع، عملت الأول تعمل الثاني. السلام عليكم. تنفصل عنه ثاني إذا كان سيء الخلق ووصل الأمر إلى حد غير محتمل. وربنا يقول في كتابه الكريم: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.